أنا ضد إلغائها. تعديل القانون، تعديل الأفضل، وأي طالب تأخذه أنت من المدرسة أو تأخذه بدون من البيت وتبي الدخلة العسكرية تعطيه راتب، ما يصير تعادله براتب أي جندي عسكري عندك. إذا هو حس بأمان وارتاح راح يكمل ويتطوع من تلقاء نفسه، لكن الدخلة وتعطيه 200 دينار ما يصير، ما يصير. يعني واحد اليوم أقل راتب اليوم 600-500 دينار، تجيب لي واحد تعطيه 200 دينار متطوع؟ ما يصير. يعني قلت لك الجيش يحتاج إلى دراسة علمية وعملية. أتمنى هناك في قادة عسكريين ضباط كبار أنا أعرفهم، قيادات فذة، أتمنى يحطونهم ويسوون ندوة ومؤتمر لإخراج جيش طبعا إخراج جيش إلكتروني. اليوم الحرب قاعد، اليوم أهم شيء عندك بالعالم سلاح الطيران. إذا اشتغلت الحين الحرب الأوكرانية الروسية قاعد تشتغل على المسيرات، صح ولا لا؟ وعلى الصواريخ الذاتية، مو قاعد تشتغل على الجنود حرب، الجنود بس دفاع صد أول. فأتمنى أن يكون جيشنا إلكتروني ومتطور أكثر من كذي، مو دبابة ورشاش وفك سلاح وركب سلاح، انتهى هذا الموضوع. الجيش الكويتي لجيش إلكتروني، جيش متطور، جيش سبراني، جيش يعني عندك شباب كلهم خريجين دبلوم وجامعة وثانوية، كلهم يشتغلون على الكمبيوتر، كلهم يدخلون على مجال علمي. دخل دورة يا أخي، أنت تبيه دخل دورة فيدة طلب الشباب الكويتي. أي شاب عنده ثانوية دخلك دورة أوديك تشتغل على هذا المجال، إن كان في الحرب السبرانية أو الحرب الإلكترونية أو حرب الطائرات الذاتية. اليوم الطيارات بدون طيار، آلاف الطيارات تطير اليوم بدون طيار، فأنت بحاجة لهذا الشيء. حتى الدفاع الجوي عندك يحتاج إلى حرب إلكترونية. فأتمنى يتطورونه يعني.